الوقت كله. انت كمان قوية، عشان كده عايز اسالك وكلميني باختصار يعني عن رحلتك مع المرض اللي خليتك تعملي عملية جراحية خطيرة في امريكا السنة اللي فاتت. الحمد لله ربنا شفاكي. الحمد لله. بص، هو حاجة حصلت فعلا، وجالي ورم في وشي، وعملت عملية من خلال ودني. اتخضيت وطبعا كنت قلقانه، ويعني رحت لكذا دكتور، والدكتور الاولاني قال لي يعني ممكن تتشلي وبس هترجعي تاني، بس دي يعني هتاخدي سنه. وفي امريكا الدكتور قال لي لا هتكوني كويسه. فطبعا كل الكلام ده فاهم انا بفكر في شغلي، يعني معناها ما فيش شغل، يعني معناها ان انا هقعد في البيت، يعني معناها ان انا مش هعرف امثل تاني، يعني كل الافكار دي جاتلي. بس مع البروسيجر ومع الحاجات اللي حصلت دي فاهم، لا لقيت نفسي كويسة وتمام، وربنا لطف. يعني الدرس اللي انت استفدتيه من تجربة المرض؟ الدرس ان احنا معرضين كل يوم، محدش عارف هو بكرة مستنيك ايه، محدش عارف. مثال، لازم تبقى راضي طول الوقت، او يبقى يجيلك احساس الرضا ده مهما حصل. خليك راضي مادام صحتك كويسة وكل اللي حواليك كويسين. اي حاجة تانية بتعدي ممكن تبقى حلوة ممكن تبقى وحشة، بس احسن.